السلام عليكم. تدرون اليوم كأول يوم عيد شنو اللي أبيه؟ أبي أضحك. من أحلى الأشياء في الحياة الضحك. الضحك يقلل التوتر، يزيد من ارتفاع ضغط الدم، لا يقلل من ارتفاع ضغط الدم. الضحك يزيد عدد اللايكات في المقطع. يومك عادي يكون سيء بس لأنك شفت مقطع واحد سقط على راسه يتغير يومك. بس المشكلة اللي صايرة حاليا إنه ما في شيء يضحك، وأنا ما أدري الناس صايرين تافهين ولا أنا اللي هموم الحياة أثرت فيني. فاليوم يا جماعة لأن إحنا في أبواب العيد راح نشوف مقاطع مضحكة علشان الناس اللي مثلي اللي حالتهم صعبة. المهم لا تنسوا زر اللايك. خلونا نشوف أول مقطع. إيش ممكن يصير إذا ضغط على الفرامل والبنزين مع بعض؟ أوكي حلو، عندي ثلاث قلوب، هذه أي ضحكة قلب منهم راح يروح. خلونا نكمل. لما تكون نايم فجأة يجيك شد عضل. خوف يا مسكين، وين أبوك؟ الله ياخذ أبوك. لا 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 هذه مو هاي متعة. لا 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 جماعة بالله عليك رجع القلب. مو رجع وين راح القلب. لا لا أنا ضحكت حالي. ما يضحك ما 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 يضحك. أرجوكم احترموا إخواننا وأخواتنا القصة. أكيد في من 28 مليون 100,000 واحد قصير. ليش؟ ليش؟ هذا يا جماعة ما عاد راح يقدر يدخل الحمام بحياة. لا يقع العبد بالفخ مرتين يا حبيبي. اوكي ما ضحكت. السلام عليكم يا الأموات. عليكم السلام. لا 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 لا. اوكي هذه بضحك جزعة. أنا بضحك لنا بالنص شوف وجهه. أخوي ساعدني بالله عليك. والله الله يعينك. والله بدعي لك للرب. أوكي يا جماعة. راح مني قلب. أوكي. بس بقى قلب واحد. وهذا القلب مستحيل إنه يروح. أيوه. تفكرون بما فكروا فيه. تجربة تفضل. تفضل عمرك. تفضل الله يحييك. حي أصلك حياك. ركز معاي ما في مزح. اترك الكاميرا تكفى أرجوك. خوف ما عرف شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطر تقول صيب النافع. شكرا يا الله. شكرا يا الله. واو 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 شنو واو واو. حسن انت كلب واحد هذا يعني خلاص لازم توريهم الوجه الحقيقي، الوجه الذي يعمله العبس، الغضب، العزم، الكآبة.
Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. لو خيروك يحكوا لك تعيش بالصحراء بدون نت ولا أكل ولا شرب أو تعيش بالصحراء مع أربع نسوان. طب يعني لو تعطي الخيارات لواحدة بنت راح تعطي الجواب الثاني مع أربع نسوان؟ لا أرضي يعني أرضي يعني إنه يكون معك بالخيار الأول بكون معك نت وأكل وشرب وكل شيء. بالخيار الثاني بكون معك بس أربع نسوان وما معك ولا. أوه والله صعبت الموضوع صراحة. بفكر بالإنترنت والأكل والوسائل الممتعة الأخرى بفكر فيها. وش قال دين؟ ما ضحكت ما ضحكت. سلم النجاح يتكون من أربع خطوات. لا 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 اركب بسرعة لا. What I had to say, I was always wrong. Every question turned into another long lecture. اوكي منو منو في حد يبي يضرب راسه على الكيك؟ انا ايوه يا غبي طحت بالفخ. هم يبونك تشيلها عشان هذا الواحد لما يكون ايمو الزن. ليش النعمه كذا؟ ليش لعب بالنعمه؟ يبون يطلعون فار. تخيل اسويها على ابوي وقاعد يصبغ الجدار وابوي يقلب ابيض. والله لا ابوي. يا رب جوزنا خواتكم. امين. لا لا يا رجل ابن الحلال، شايف حجمها شلون؟ يا سراسة انت. ما بكمل والله، ما كملوا لحال. انا والله ما اكمل، مالي دخل. ما اكمل، ما كيفي كيفي مقطعي كيف. بيبي وقف لي، وين رايح؟ ليش؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نفسيتي هالايام. طب ويل شنو انت؟ تسريحة الاعصار. السادة المشاهدين، الوضع كما تم فعلا اعصار بدأ يضرب جوار. اوكي شو راح يسوي هذا بزوجته؟ يصير يرفع ايدك هيك. ادري حبيبته. عملي ايدك هيك 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 كاني ماسكه خيط، تمام؟ عربيه هيك. شوفي في خيط حاليا داخل باذنك وطالع من اذنك الثاني، تمام؟ تمام. اسحبي الخيط شوي من اذنك. ساحر يعني هذا. ايوه رجعي رجع الخيط. ايوه الله. زين هلا اسحبي الخيط ميك. تفكرون بما تفكروا فيه؟ لقطه يعني ما فيها مسخره، صدق بتتعلم شيء جديد في حياتك. هلو استريح استريح استريح. لا تخاف لهالدرجة، صرت اخاف منك. اسحب انا ابعد. اوكي انا اللعبة اشوف الاب. اسحب. طيب ابعد. مزح البنات. اي ليش نزلتيني؟ لا والله انت ما تستاهل. عادي 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 نستمتع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ خلاص خليه يا رجل، من ربك شنو عربك؟ هذا
هذا يستاهل اضحك عليه والله. كان مزاج الامامي قرناش منادي شنو بك مقطع مكمل؟ الحمد لله يا جماعة التوتر قل، ضغط الدم قل، والأهم من كل هذا متأكد أن المقطع هذا لايكات كثيرة يكون ضحك. حبايبي يعطيكم العافية، سلام عليكم. أوكي تفضل، شنو تبي تسوي؟ خلصني. إذا يطلع شيء تافه لا أمسكه وأضربه في وجهه. دخل له موجه العلبة. أنت حمار؟ عندك ولا طريقة تسويها؟ تمام. طب جاوب جاوب. تدخل ما تدخل؟ لا جواب يعني حمار هو. ولد ها؟ لا تتحدى ان اضربه ثلاث مرات تدخل؟ شفته بتكب الماء على وجهي؟ لا داخله ولا مو داخله سريع؟ دخلت ولا ما دخلت؟ لا متاكد؟ لا لسه؟ لا المقطع قاعد يتسجل حاليا، لازم في شيء مبتعس ينمسح ولا ما ينمسح؟ لا لازم شيء مبتعس. عزيزي حبيبي انا عزيزي وعزيزي المشاهد وقته جدا ثمين بالنسبه لي. اه يا بجولا انت تدري انك انت مو سويت اللي سويته فيك.